لم يعد أحد يفهم التغليبيين. حين تستطيع أن تفهم البكريين ستفهم التغليبيين. إني لا أفهم لا البكريين ولا التغليبيين. وما الذي أستعصي عليك؟ أخت وائل تسعى لجلب الماء. أروح عن نفسي وأشم الهواء، هل هناك ما يمنع؟ كانت العادة أن يمنعك أخوك وائل. وهو لم يمنعني اليوم لأنه ليس في الحي. وما أدراك؟ أين وائل؟ يدك عني، اترك يدي قبل أن أنادي الفرسان وأجمعهم عليك. وائل ليس هنا، وجساس ليس هنا، والجليلة قد اختفت، حتى الزهراء ليست هنا، أين ذهبوا؟ صدقني لا أعرف. كيفما فكرت في الأمر لا أرى نفسي إلا غبيا. هذا يعني أنك لأول مرة في حياتك تفكر التفكير الصحيح. أرجوك اسمعيني وساعديني على أن أفهم. إذا كان أبي يريد تزويجها للتبع ويرسلها إليه سراً، فلماذا تكون الزهراء معها؟ إذا كانوا يهربونها من طريق وائل فأين وائل؟ أتلفت حولي فلا أرى أحداً. خالتي البسوس ليست هنا، وجساس ليس هنا، والزهراء والجليلة ووائل. ما الذي يجري؟ ربما يريدون أن يفعلوا ما لا يجب أن يعرفه الصغار. هكذا تكلمينني؟ الحق علي أني جئت أسألك. ربما ذهبوا جميعا ليسكنوا عند أختي أم الأغر. تضحكين علي؟ أين نحن وأين أم الأغر؟ ولماذا يتذكرونها الآن بعد كل هذه السنين؟ صدقني لا أعرف شيئا، أنا مثلك لا أفهم. لقد لاحظت أشياء غريبة، جساس والزهراء ووائل يبيتون أمرا ولكن أنا لا أعرفه. يجب أن أعرف ماذا يجري. أنت ذاهب؟ أليس من الواجب أن نفهم ما يفعلون؟ واجب، ولكن هناك سؤال لم تصل إلى جوابه بعد. سألت لماذا خرجت لجلب الماء؟ أردت أن أتأكد إلى أي حد أنت غبي. فاطمة لا تزيدي إهاناتك لي. غبي؟ ما علاقة غبائي بورودها للماء؟ طبعا غبي، هو ألف غبي، لقد جاءت من أجلي. فاطمة انتظري، أريد أن أعترف لك بشيء. أنا غبي فعلا. امرأتان ورجل. هذا كثير عليك يا صاحبي. هذا وائل. لا، ليس الاتفاق أن نراه هنا. جساس، تخطف أختي، فلماذا أختك إذن؟ ماذا تفعل هنا؟ أظن أنني أنا الذي يحق له أن يسأل. إلى أين تنوي الذهاب بهما؟ أهلاً 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 ومرحباً أهلاً. يعز علي أن تجبروني على استقبالكم بعيداً عن المضارب لكي لا يرانا شاليش. ولكن كيف حال شاليش؟ بخير بخير، ولكن يعز علي أن تأتوا لزيارتي ولا أستقبلكم في صدر مجالسي، لكنها مشيئة أبيكم ووائل. وأين هو الآن؟ أنا قشمر بن غمرة. وائل؟ لا أصدق نفسي،
لماذا تفعل بنفسك هكذا؟ لم أرى ما ينفعنا إلا حيلة كهذه. سنرافق الجليلة إلى اليمن، وهناك يجب أن ننجح في قتل الملك التبع. هل فهمت الآن؟ سأكون أنا مهرج الأميرة الجليلة بنت مرة، وجساس سائس حصانها، والزهراء وصيفتها والمشرفة على زينتها. ولكن لما الاختباء عن أهلنا؟ لأننا لن نضمن ألا يخطئ أحد من أهلنا وينادينا بأسمائنا الحقيقية أمام الوزير نبهان. وأنا ماذا سيكون دوري؟ أن تضبط لسانك وأنت في الحانة، فلا تتحدث عن الأمر حتى نغادر الديار مع الوزير. أضبط لساني؟ ماذا تعني؟ هل يعني هذا أنني لن أكون معكم؟ لا لا. لماذا؟ بصراحة أنا لا أثق بك. ستتعلم الثقة بي، ولا أظن أن لك خيارا آخر غير ذلك. أنا معكم وسأظل معكم وسأذهب إلى اليمن معكم، ولن أدعك تخوض هذه المغامرة وحدك وأنا على وجه الدنيا. لا ينظر أحدكم إلى الآخر هكذا. ما قلته نهائي ولا عودة عنه، ومن استطاع منكم أن يمنعني بالقوة فليفعل. ولكن بأية صفة ستذهب؟ بصفة أخاك. أقصد بأية صفة ستتنكر. بأية صفة ترونها؟ سأكون الطباخ، الكناس، أو حتى الخصي الذي يلازم الأميرة. أرجوك يا وائل، على الأقل فكر في أنني قد أسكر ولن أستطيع منع نفسي من الثرثرة، وقد أبوح بالسر كله دون أن أدري. لأول مرة يفيدك سكرك في الإقناع. خالي، لماذا عدت يا خالي؟ لماذا عاد؟ لماذا رجعت يا خالي؟ لا أعرف كيف سأحتمل هذه الحالة. هل هناك ما يزعجك يا منجد؟ أنا لا أفهم ما تفعلونه، ولكن ليس من المعقول أن تكونوا في ضيافتي ولا أدعو شيوخ القبائل على شرفكم. ليس هناك من يشك في كرمك يا خال. إن أحسن ضيافة يمكن أن تقدمها لنا أن تلتزم الصمت حول وجودنا هنا وحول ما نفعله. أنت لا تعرف إلا أن الجليلة ابنة أختك وهي ضيفتك. كما تشاءون، ولكن ماذا عن طلبات وائل؟ أية طلبات؟ الصناديق. نعم، نريد أكبر عدد من الصناديق الجميلة. اجلب نجارا لصنعها وسندفع له كل التكاليف. ما هذا الكلام يا جساس؟ لم تسمحوا لنا أن نقوم بواجب الضيافة، ألا نقوم بواجب الصناديق؟ كما تشاء كما تشاء. لي طلب أخير. افعلوا أنتم الرجال ما شئتم، ولكن أنتم تقولون إن الجليلة ضيفتي. اسمحوا لي أن أخذها مع الزهراء إلى بيتي وبين نسائي. ولا هذا، أرجوك أن تفعل كل ما أقوله لك. كما تشاء كما تشاء. ما بك؟ أحس أنني سأختنق. هل هناك ما يضايقك؟ كل شيء يا زهراء، كل شيء. جميل أن تحسي بأن حولك من يحميك ومن يريد أن يفتيك، ولكن ليس من السهل أن تحسي بأنك تقودين الرجال إلى حتفهم. هل أستحق هذا كله؟ وائل يحول نفسه إلى مهرج، وأنت إلى وصيفة. حتى الزير يرضى أن يصبح خصيا من أجلي؟ ألم نتفق على أن الأمر كله تنكر؟ لا تمزحي يا زهراء، يكفي أن يرضى كل واحد منكم أن يعامل بالصفة التي يتنكر بها حتى أحس بعظمة التضحية. ربما أحسست أنهم يضحون من أجلك، ولكنهم أولا يضحون من أجل كرامتهم. هكذا رأيت ما فعله وائل حين قتل لبيدا من أجلي.
ألا نأكل؟ يبدو أنك لن تتقني دور الوصيفة. تمرني على توجيه الأوامر إليها. لا أستطيع يا وائل، لا أستطيع. سيكون الطعام جاهزاً بعد قليل من دون أوامر. هيا تمرني إذن لكي تتقني دورك. يبدو أننا يجب أن نتدرب كلنا طويلاً لكي لا تنفضح خطتنا. أيجب أن تظل بهذا اللباس؟ يجب أن أتعود عليه، ويجب أن تتعودي أنت أيضاً عليه. أعترف لك بأنني لا أحب أن أراك على هذه الهيئة. كله مؤقت، المهم أن تتكلل مهمتنا بالنجاح. ليتنا استطعنا أن نجد حلاً يبقي على هيبتك ومكانتك. لا حل إلا هذا. أنا سألت البسوسة عن أمور عديدة تتعلق بحياة التبع وبطريقة تنظيم جيوشه وقصره. إذا نجحت في قتل التبع سينتهي الأمر كما نشتهي. أرجو ذلك، ولكن هذا بسيط يا جليلة. ألم نتفق على أنه لا كبرياء في الحب؟ صدقيني، ليس هناك شيء في الدنيا لا أفعله لكي أحظى بك وأحميك. أنا أقوم بهذه المغامرة من أجل أختي، ووائل من أجل حبه. لماذا تقحم نفسك فيها؟ من أجل أخي. أنت لا تعرف مكانة وائل بالنسبة لي. إنه أب وأخ وصديق، ولو مسه سوء لما هنئت بعيش طوال عمري. ما هذا الذي يفعله خالك يا جساس؟ ماذا يا خال؟ هذا قراكم وقرا ضيوفكم يا ابن أختي. أهلا بكم وبضيوفكم. على هذا اتفقنا يا خال؟ طبعا على هذا. قلتم تريدون أن تختبئوا عندي، قلت أهلا ومرحبا، لكن ألا يأكل المستجيرون؟ هل أجيركم لتجوعوا عندي؟ هل تقبلوا علي يا خال؟ تعال معي، تعال معي، أفهمك الأمر جيدا. سآتي معك، ولكن ينزل الطعام أولا. هل تريد أن تقول العرب إن زادي رجع دون أن يذوقه أحد؟ ما الذي سيسمع العرب أو الفرس بما يجري؟ أزعل منك يا خال. ضع الطعام. ولم أنسى أن الزير يحب أن يرطب حلقه بكأس. كل شيء جاهز، تفضل. شكرا لك يا خال. تعال معي، تعال معي. والأكل ممنوع أيضا. كما تريد، على رأسي يا خال، كما تريد. سرك في بئر، ولكن أنا أقدم ضيافة ابنة أختي، وهي ستطعم خدمها وعبيدها. هل تسمحين للعبيد ببدء الطعام؟
وحين وصل نبهان الوزير إلى مر الخطير خفق قلبه من شدة الخوف والهلع واستبد به الفزع. أجئت تحاسبني يا عمران؟ أنا لا أحاسبك يا حسان. قل مولاي الملك. لم أكن أتصور أن هذه الألقاب ضرورية بيننا. بل هي ضرورية منذ الآن يا عمران. يبدو أنك تتطاول على شيء ليس من حقك. ليس من حقي؟ أظن أن من حق العائلة كلها أن تبحث عن ضمان استمرار العرش وحمايته. ليس هذا من شأن أحد. الملك ليس شأنا عائليا بل شأني أنا، فمن قبل فأهلا به ومن لم يقبل فكما يشاء. ألديك ما تضيفه يا عمران؟ لم تترك لي ما أستطيع أن أضيفه. كنت أظن أن حق القرابة يفرض علي النصيحة. كما تشاء، إن كنت لا ترغب بها فهذا شأنك. الآن تستطيع أن تنهض معي إلى العشاء، وغدا سترى أن تلك المرأة التي طلبتها تستحق أن تكون من نساء العائلة. أنا سأجن. وصل الوزير نبهان وأخي وائل لم يصل، وكذلك سالم. والجليلة ليست هنا. الجليلة؟ كأنك لا تعرف وتريد أن تقنعنا بأنك تجهل أن أباك قد خبأها من وجه وائل. أبي لن يخبئها يا سلمة، لأننا قادرون على حمايتها. فليحميها إذن من الوزير نبهان ومن ملكه التبع. حين نريد حمايتها لن نحتاج إلى سيفك أو مشورتك. هل نحن هنا لكي نتشاجر أو لكي نجد حلاً؟ هذه هي العادة، نقع في المشكلة وبدل أن نتصدى لها نبحث عن أسباب لنتشاجر فيما بيننا. تسمعون رأيي؟ أنا أرى أن لا نقبل بأي حل يتوصلون إليه مع الوزير، وأعتقد أنه يمكننا أن نكمن له في طريق العودة ونقتله، سواء كانت معه الجليلة أم لم تكن. إذا كان سيغادرنا دون الجليلة فلما نقتله؟ لأن هذا سيعني أن جدي رفض إعطاءه الجليلة، وهذا سيعني أيضاً أن الوزير سيعود إلى ملكه غاضباً والملك سيكون غاضباً أكثر منه فيرسل إلينا بجيوشه. فلماذا ننتظر وصول الجيش؟ إن كان لابد من حرب فلنبدأها نحن. لن يوافق الكبار على ذلك. إن قتلنا الوزير لن يبقى أمامهم خيار. وحين قرأ كتاب اليماني وعرف معناه انقطعت أمعاه وضل عقله وتاب، لأنه إن امتنع يقتله الملك التبع. ألا تذهب للترحيب بضيفك؟ تركته يغتسل ويرتاح. اغتسل وارتاح وهو بانتظارك الآن. ما رأيك بهذا الأمر يا بني؟ إن كنت تهتم لرأيي فعلا قل لي أين هربت الجليلة وأين وائل والزهراء. على الأقل قل لي أين جساس. إننا نريد أن نجرب أمرا لعل فيه خيرا. قل لي الآن ما رأيك؟ كأنك لم تسمع رأيي حتى الآن. سمعت رأيك ورأي غيرك. لقد أجبت الملك إلى ما طلب وبلغته من ابنتي غاية الأرب. كنت أتوقع أن تكون البسوس بانتظاري هنا. أرسلناها إلى الشام لجلب الجهاز اللائق بعروس الملك. لم تكونوا تحتاجون إلى ذلك، لقد جلبنا معنا كل ما يليق ويلزم. هل تظن أن الملك كان سيبخل عليها بشيء؟ حاشاه، ولكنه ليس من اللائق أن تخرج العروس إلا بجهاز من بيت أهلها، وبعدها يكرمها الملك كما يشاء. وأين هي العروس؟ حجزناها عند أقاربنا منذ أن نقلت لنا البسوس رغبة الملك حسان التبع بها. عرف ملكنا أن الجليلة كانت مخطوبة لأحد أبناء عمها، ماذا كان اسمه؟ وائل. لقد كان هذا مجرد كلام، وقد أدرك وائل هذا، أنه لا يستطيع أن يدخل في منافسة مع ملك عظيم مثل التبع اليماني.
وأين هو الآن؟ دفعه اليأس إلى مغادرة البلاد. بودي أن أراه، أن أرى شكل العاشق الخائب. كأنك تعرف الكثير من أمور العشق. وهل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا عشق؟ بالمناسبة كنت أريد أن أجعل الفرحة فرحتين، أريد أن أتزوج من البسوس، هل علي أن أطلبها منكم؟ البسوس تملك أمر نفسها، وإن كان هناك من يجب الحديث معه في شأن كهذا فهم أهلها، لكنهم في الشام. إن كانت ستتأخر في الشام ألحق بها ونعود معا، أم إن الشام بعيدة؟ لا لا، بعيدة وهي لن تتأخر، ستكون هنا خلال أيام قليلة. لكنني لا أستطيع أن أتأخر، ملكي ينتظرني. لن تتأخر، سنقوم بواجب ضيافتك ونجهز العروس في أسرع وقت. ما الذي يشغلك؟ همام. ما به؟ بودي لو كان معنا. أمر كهذا يجب أن يظل محصورا بين أقل عدد ممكن من العارفين، ولكنني عمري كله لم أخفي عنه شيئا، ونحن متعاهدان على أن لا يخفي أحد عن الآخر شيئا. أنت مضطر لإخفاء هذا الأمر عنه إلى حين. لا تنسى أن هماما أخي، وها أنا أكتم عنه هذا الأمر. آه يا جساس، أنت لم تعرف بعد الحب الذي يجمعني بأخيك همام. فاطمة؟ فيما أرسلك أهلك هذه المرة؟ للملح أم للماء؟ للماء، أقصد أنني انتظرتك على الطريق، طريق المورد، مورد الماء. لماذا لم تأتي؟ أما استغربت أن أخرج للمورد؟ ها أنا ذا أسمع كلامك. ولكنني اعترفت لك أنني غبي. وأنا قبلت اعترافك. سالم، وائل، فاطمة، أتريد شيئا يا همام؟ أين أخاك؟ ليس هنا من أخوتي إلا درعان. وأين وائل؟ لا أعرف. وسالم؟ اعتدنا أن نسألك عنه حين نفتقده. كل شيء يتغير، كل شيء غير مفهوم، حتى سالم يختفي فلا أعرف أين هو. اسمعي يا بنت، سالم لا يذهب إلى صيد أو حرب أو شرب إلا وهو معي، فأين سيكون إذن؟ وما أدراني. بل تدرين، ولكنكم تخفون عني. ومن أين لها أن تعرف؟ نظلة، ماذا تفعل هنا؟ جئت أسأل عن سالم، أقصد عن وائل، أقصد عن... تقصد؟ حتى أنت تخفي عني؟ لماذا أظهرت نفسك أيها الغبي؟ خفت أن يؤذيك. ولم تجد عذراً غير أنك تسأله عن سالم؟ أما قلت لك إنني غبي؟ شيبون؟ أتظن أن من الحكمة أن ننتظره حتى يسافر؟ ماذا تعني؟ لماذا لا نقتله وهو هنا؟ كيف؟ نتسلل إليه حيث هو نائم ونقتله. من هذا الذي ستقتلانه أيها الأحمقان؟ أمي، أكنت تسمعيننا؟ أسمعكما طبعاً. من هذا الذي تريدان قتله؟ الوزير. لماذا تقول لها؟ وزير التبع اليماني؟ هل جننتما؟ نحن جننا يا أمه، أم العالم كله صار مجنونا؟ بالأمس من أجل إهانة للزهراء من زوجها يستنفر الجميع دون حساب للعواقب، يقتلون لبيدا وينهبون مدينته ويبدأون بالاستعداد لمواجهة الملك الكندي دون خوف، واليوم ينصعون لرغبة التبع اليماني في الأمر الذي يجب من أجله أن تتدحرج الرقاب.
ومن الذي ينصاع؟ الذين شعروا سيوفهم من أجل الكرامة، أبي وجدي وأعمامي، حتى خالي وائل الذي قتل لبيداً والذي يحب الجليلة ينصاع. هون عليك يا ولدي، تحكيم العقل في مسائل كهذه هو الأجدى. تحكيم العقل؟ هل ستقولين لي إن أبي وخالي الزير يحكمان عقلهما؟ أبوك أكثر حيرة وغضبا منك، ولكنه يصبر ويحكم عقله. أقول لك بصراحة، إذا كان تحكيم العقل سيؤدي بنا إلى الذل، فإننا نحتاج إلى من يتصرف دون عقل، ونحن من سنفعل هذا. ماذا تفعلان؟ تقتلان الوزير نبهان؟ تنسيان أنه الآن ضيف جدكما؟ أتقول العرب إن أبناء مرة بن ذهل قد قتلوا ضيفهم؟ هذا ليس ضيفا، هذا ناقل لرغبة مولاه والتي تحمل لنا الذل. وإذا قتلناه هل تنتهي رغبة مولاه أم يثأر مولاه لوزيره ولرغبته؟ قولي إننا خائفون إذن. لا يا بني، لسنا خائفين، ولكننا لا نفهم ما يحدث. أنا نفسي لا أفهم ما يحدث. لأول مرة في حياتي أرى أبي وهو يتحدث خائفا. ممن هو خائف؟ من هذا الوزير؟ بل أحس أنه خائف مما يخفيه في نفسه. وما الذي تظن أنه يخفيه؟ لا أعرف، ولكن للمرة الأولى أحس أنه يقول كلاما لا يعنيه. ولكن أيا كان ما يخفيه، أينوي تنفيذه دون علمنا؟ لما أنا ابنه الأكبر إذن؟ قل لي كلاما مفهوما يا مرة. لم أقل لك إلا ما ستراه بعينك. كانت البسوس قد حذرت من احتمال رفضكم طلب الملك، وكان من الممكن فعلا أن نرفض. ولماذا قبلتم؟ إننا لا نصاهر التبع اليماني، بل نحتمي به. فنحن نتوقع من الملك الكندي أن يسعى إلى الانتقام منا عن مقتل عامله. تلك هي الورطة التي أوقعنا فيها ابن أخي وائل، وهي سبب امتناعنا عن تزويجه بابنة عمه حتى قبل أن يطلبها التبع. فكيف وقد طلبها؟ وهل سأرى الجليلة؟ غدا صباحا إذا أحببت، وإذا كنت غير مطمئن خذها غدا وسافر بها. لا لا لا، لا داعي للسرعة، ننتظر البسوس ونأخذ العروس بجهازها. أراك تقوم بعملي. ما هو؟ سياسة الخيل؟ رأيت أن نتبادل الأدوار، أنت أفضل مني لدور الخصي. أنا؟ أتعرف لماذا؟ لأن الخصية يخدم السيدات في مخادعهن، ودخولك مخدع أختك أفضل وأيسر من دخولي أنا. هل أستطيع أن أركب جوادي الآن؟ ولم لا؟ ولكن لماذا؟ أريد أن أتدرب وأروض الحصان في الوقت ذاته. جليلة، أتتركها تذهب وحدها؟ وأين ستذهب؟ أينما ذهبت قد يجمع بها الحصان. يجب أن أتعود منذ الآن على تلقي الأوامر من الخصيان. وأعطاني الدورة دون أن يستشيرني. لماذا لحقت بي؟ رغبة أخيك. يجب أن تتعلم أنت وأخي أن تتركاني أعتمد على نفسي. هل غضبت؟ بل أنفذ رغبتك. ما الذي يضحكك؟ كأنك لست سالما الذي نعرفه.
من أين جاءتك هذه الطاعة؟ تلحق بي لأنها رغبة أخي، ثم تتركني لأنها رغبتي. أنا نفسي مستغرب، لم أكن أظن نفسي مطواعا إلى هذا الحد. ربما كان سبب إحساسي بأنني أقحمت نفسي في مغامرتكم. وهذا سؤال آخر، لماذا تقحم نفسك في هذه المغامرة؟ سألني جساس السؤال ذاته، أترين؟ الأسئلة ذاتها توحي بأنني أقحمت نفسي وبأنكم قبلتموني بشروطكم. لم تجبني عن سؤالي، قل لي بما أجبت جساساً؟ قلت له إنني أغامر من أجل أخي. وماذا تقول لي أنا؟ الكلام ذاته. من أجل وائل فقط؟ ألا أستحق أنا أن تغامر من أجلي؟ تستحقين طبعاً، ولو أن أحداً آخر لم يغامر من أجلك لغامرت وقاتلت وحدي. يستحيل أن أسمح بذهابك إلى التبع اليماني. هذا إطراء تطرب له أي امرأة. أما أنت فيجب أن لا تطربي، لأنه وصف محايد لحقيقة مكانتك في النفس. تستحق مكافأة على كلامك هذا. سأجعل خالي يجلب لك شراباً اليوم، وسيسمح لك وائل أن تشرب. لا يا جليلة، لا، لا تكافئ الأطفال دائماً، فقد تفسدينهم. ألا تسمح لي أن أكافئك؟ لا، سيكافئني وائل بعد أن ننتهي من هذا كله. وأنا ألا أكافئك؟ تكافئينني حين تكونين سعيدة مع وائل. لا أفهمك أحياناً. الإنسان لا يفهم نفسه أحياناً. وأين سيكونون أيها الأحمق؟ أتشغل نفسك في أمر كهذا؟ وأنت ألا يشغلك هذا الأمر؟ وما الذي يشغلني فيه؟ بنت العائلة مختفية مع أخيها. أسكت هذا الكلب. ووائل؟ ووائل مختف مع أخته الزهراء، أين المشكلة؟ كأنك تعرف شيئا وتخفيه. ألا تسكتون هذا الكلب؟ صدقني لا أعرف شيئا، لكن الأمور واضحة. التبع اليماني يريد الجليلة عروسا له، وأنا أعرف أن مرة وأولاده لن يقبلوا بذلك. لهذا يكون اختفاء وائل وجساس والبنتين تدبيرا للاحتيال على هذا الأمر. وماذا سيفعل مرة مع الوزير؟ أتسمع مني يا ابن العم؟ لا تتعب نفسك في أمور كهذه. إذا أراد مرة أن يعطي ابنته للتبع اليماني فهذا شأنه. ولكننا بالأمس قاتلنا مع وائل لأن... لأن وائلا أراد أن يقاتل، وحين يريد مرة وأولاده أن يقاتلوا من أجل هذا الأمر فسنقاتل معهم. أتعرف ماذا فعلت يا ابن عباد؟ ماذا فعلت؟ لقد قتلت الكلب. ظننت أنني قتلته. منذ قذفته بهذه الحصاة وسكت عرفت أنني قتلته. لو أنك ضربته بسهم لما اخترق جسده كما اخترقته هذه الحصاة. لا خوف علينا إذن إذا هاجمنا التبع اليماني، سنتركك تقابله وحدك بالحصى والحجارة. كأنك قد نسيت الإهانة التي لحقتك من قتل أخي. أنا لا أنسى شيئا يا غسان، ولكنك طالب ثأر وأنا طالب ملك، ولذلك تبدو على عجلة وأبدو متمهلا. هؤلاء البدو الذين قتلوا أخاك أستطيع أن أقتص منهم وقت ما أشاء، هؤلاء هم الهدف الأسهل. ولكن أمامنا الآن هدفا آخر، قد نستطيع أن نضم ملكا إلى ملك. ما رأيك أن تجلس على عرش التبع؟ وابن عمه عمران. عمران، أرأيت كم أنت قاصر في شؤون الحكم؟ هل من المعقول أن أخلع ملكا
لأدوج ابن عمه مكانه؟ منذ متى تكلمنا عن ظهر جوادك يا امرأ القيس؟ ألا نستحق أن نقدم لك ضيافتنا؟ بل أنت سيد من أضاف يا ابن وائل، وضيافتي عندك شرف لي. ولكن قل لي الآن ما هي طلباتك؟ نحتاج إلى قناديل بمعدل 50 قنديلا ومئتي بصاق، وأريد صناديق. نعم صناديق. صناديق؟ لما الصناديق؟ ما لك ولهذه الأسئلة؟ أريد صناديق عندك؟ أفهمني فقط، أي نوع من الصناديق تريد؟ الصناديق، الصناديق التي تجلب بها بضاعتك. أين تذهب بها؟ تريدها؟ نعم أريدها، ولك ثمنها كما تقول. بل هي هدية مني، ألا تريد حريرا لنسائك؟ لست هينا يا امرأ القيس، مرابحك كلها تأتي من وراء رغباتنا في إرضاء نسائنا. سأجلب لك عينات وستكون هدية لنسائك أيضا. ما قصتك وهذه الصناديق؟ ما لك ولهذه الأسئلة؟ تفضل تفضل تفضل. أما يزال وزير التبع اليماني عندكم؟ أجل، أظن أنه ضيف عند مرة. تفضل تفضل. جميل أن تفتح هذا الموضوع، ولكن قل لي ما رأيك أنت بهذه القصة؟ أترى أنه من الطبيعي أن يوافق مرة على هذا الزواج فيغضب ابن أخيه وائل ثم يختفي وائل نفسه؟ وماذا يستطيع وائل أن يفعل؟ كأنك لا تعرف عن من نتكلم. وائل بن ربيعة هذا سار وحده لقتال لبيد حين أحس بالإهانة. هنا الأمر يختلف، مرة عمه والجليلة بنت عمه. هذا دفاع يا منجد، هذا السبب ذاته هو الذي يجعل وائلا لا يتنازل. وأقولها بصراحة، أنا مع ما فعله. وما الذي فعله؟ اسمع، ربما لم تسمع وقد يسوءك الأمر، ولكن هذا ما جرى. وما الذي جرى؟ يبدو أن وائلا قد خطف الجليلة. خسد! مهلك علي، لست أنا الذي يحكي بالأمر بل الناس، ولست أنا الذي خطفها بل وائل. لا وائل ولا غيره، هذه الجليلة ابنة أختي. دعني أكمل لك الخبر. ماذا ستكمل يا ابن الناس؟ الجليلة بنت مرة وليست كأي تجارية من بنات العرب. ووائل ليس غريبا، هو ابن عمها وأولى بها. وحتى إذا كان ابن عمها، وإذا أراد ابن عمها أن يلوث شرفها، فوراءها 10 إخوة. هذا غير أخوالها نحن وأخوالها في الشام. أخوالها أم أعمامها، هذا ما حدث. وائل خطفها ولحق به جساس، ولكن جساسا غير قادر على مواجهة وائل. عجيب أمركم، من أين تجلبون هذا الكلام؟ من أين؟ من الناس، الناس كلهم لا حديث لهم إلا هذه القصة. وإذا قلت لك إن الجليلة عندي. عندك؟ طبعا عندي، هي وأخوها جساس ومعهما وائل والزهراء والزير سالم. والزير سالم أيضا؟ أنت تبالغ. أنا لا أبالغ، أنا لا أبالغ، تعال لترى بعيني. ولكن هذا السر يجب أن لا تبوح به لأحد. طبعا طبعا، أنا فقط أريد أن أخلص المتقولين. شاليش؟ أخي وأختي عندك ولا أراهم. تعال أنت أيضا، يجب أن ترى أخاك وأختك، ولكن لا تنسى أن هذا سر. أنا سمعت أبي يتفق على ذلك مع الوزير، نتبعهما في السر إذن حتى نعرف أين وائل والجليلة. وما لنا ولوائل والجليلة؟ من الواضح أن جدي وأعمامي وأخوالي محاجون من الملك ووزيره. الحل هو أن نضع الجميع تحت الأمر الواقع، نقطع عليهما الطريق ونقتل الوزير نبهان. على الأقل هذا ما كان أبي يفكر فيه وقد قاله لجدي متحديا. ولكنه لم ينفذ تهديده. هل خطر لأحدكم أن يفكر بموقف مرة بن ذهل وهو يرى ضيفه يقتل أمامه؟ ومن يقتله؟ أولاده وأولاد أولاده وأولاد أخيه؟ عز هذا؟ أي عز هذا الذي رباكم عليه؟ الآن تفكرون بالعز؟ أي عز تنتظرونه من رجل يطلب الجليل وكأنه يسبيها؟ إن كان العز عندكم ألوان حسب الظروف، فإننا لا نرى العز إلا لونا واحدا. وما هو هذا اللون؟ اللون الذي لا يجعلني أغص حتى بالماء. Mm-hmm.
ها نحن نصل إلى الحالة التي نضطر فيها إلى تفسير كل ما نفعله للصغير قبل الكبير. سأخرج مع الوزير إلى حيث نريد، وإذا كان بينكم فعلاً من يريد أن يقطع طريقه فليعلم أنه سيضطر لقتال مرة بن ذول. تظل عاقلاً يا عمام رغم سكرك وحماقاتك. سأظل دائماً ابنك المطيع يا أبي، ولكن لو تجعلني أفهم ما يحدث. رجعنا إلى تساؤلات الصبيان، ستفهم كل شيء في حينه. أبي، ألا تقول لي فقط أين أنتم ذاهبون؟ قلت لك ألف مرة لا تعد لسؤالي عن هذا الموضوع. أكرم بقية عناصر حامية في غياب قائدهم. سأقول لك شيئاً واحداً فقط، إن حدث شيء لا نرضاه فسنذبح من بقي من الحامية هنا. لا تؤاخذني يا عزيزي، أنت تعرف الأهل ومشاكلهم، لابد من أن أوصي الكبير ببعض الأمور. هيا بنا. أهلا أهلا بابن العم، أين كنت؟ إنك تغيب طويلا هذه الأيام. الضجر يقتلني يا ابن العم، لذلك أذهب إلى الصيد لتمضية الوقت. تعني أنك لست غاضباً بعد حديثنا الأخير؟ ولماذا أغضب يا مولاي؟ العرش عرشك وأنت الأدرى بكيفية الحفاظ عليه، وما قلته أنا سابقاً لا يتعدى الرأي والنصيحة. المهم يا مولاي أن تبقى لنا سنداً وملكاً. هكذا تحسن القول وتزداد قرباً مني كما يليق بابن العم. أما عن ضجرك فنستطيع أن نعالجه بغير الصيد. ما رأيك أن تساعد في تدريب الجند؟ أنا في خدمتكم يا مولاي، ولكن هل سيطيعني الجنود؟ حين تكون بمرتبة قائد يطيعونك، وسيكون لك مكان في قصري تتابع شؤون الجند إلى أن تصل العروس لكي تشاركنا الفرحة. ولكن ضعف اعتبارك أنهم كانوا يريدون إخفاء الحقيقة حتى عن سالم، بصعوبة فائقة قبلوه بينهم. عرفت الآن لماذا ظل الموضوع سراً عنك؟ تعني أن الزير سالم كان معهم فعلاً؟ طبعاً طبعاً. امرؤ القيس، ماذا تفعل هنا؟ ما هذا؟ ماذا فعلت بنفسك؟ لا يا خال، لا، ليس إلى هذا الحد. شاليش، كيف صارت صحتك يا أخي؟ لا بأس. ألا تسلم علي يا جساس؟ اعذرني يا شاليش، يبدو أننا أخطأنا بالمجيء إلى خالك. ماذا الذي فعلته يا خال؟ أردت أن أضع حداً لما يتقولونه عنك وعن أختك. لا تغضب يا جساس، أنا لست غريباً. لا أراك غريباً، لكنك لست أقرب من إخوتي الذين لم نخبرهم. هذه أحسن هيئة رأيتك فيها منذ سنوات طويلة. فلننهي هذه المهزلة. طالما أن امرأ القيس قد عرف، فلم نعد نستطيع أن نسمح له بالمغادرة. وهو الذي سيؤمن لنا الصناديق. وماذا تم بأمر الصناديق؟ جاهزة، أقصد تجهز. امرؤ القيس لديه صناديق فائضة من تجارته. سيبقى امرؤ القيس معنا، وترجع أنت وشاليش مع خالي. ستقيم مع الخال،
لا نريد أن يفاجئنا بضيوف آخرين. ألا تثقون بي؟ نثق بك، نحن نثق بك يا خال، تعال معي. ما قصة الصناديق؟ سننام هنا. أما زلنا بعيدين؟ سنصل غدا، كان من الممكن أن نصل اليوم، لكننا نسير على مهلنا. هنا نبع الماء، نستطيع أن نبيت عنده. سرنا يباح قبل أن نتحرك. اسمعني جيدا يا وائل، لم يعد الغضب مفيدا، لقد عرفت بأمركم انتهى الأمر. دعوني أبحث في طريقة أستطيع مساعدتكم فيها. أفهم كيف سترافقون الجليلة، مهرج وسائس وخصي، ولكن الصناديق لقد رأيتها. هل ستضع فيها رجالا من هنا إلى اليمن؟ ولم لا؟ أتقدر المسافة؟ هل يستطيعون حقا أن يتحملوا حر الطريق من هنا إلى هناك؟ وما الحل الذي تقترحه؟ الفرسان الذين تريدهم أن يتسللوا إلى المدينة والقصر يسبقون قافلة الجليلة إلى تخوم المدينة، وهناك يجب أن تجدوا وسيلة لإدخالهم إلى الصناديق ليلا لكي يتسربوا إلى المدينة. هكذا يقضون ساعات في الصناديق بدلا من أيام طويلة يقضونها عبر الصحراء. معك حق. أتعرف المنطقة هناك؟ التاجر يعرف كل شيء. أعرف أيضاً أن يجب أن يختبئ الفرسان لكي يتسللوا إلى الصناديق ليلاً ويصلون إلى التبع، ولكن على الجليلة أن تقنع الوزير ورسل الملك أن يبيتوا عند حواف المدينة تلك الليلة. تذهب إلى همام وتبلغه عن المكان الذي يجب أن يسبقنا إليه مع الفرسان. وهل يعرف همام بالخطة؟ لا، سيشرحها له امرؤ القيس. ولكن هماما يجب أن يعرف الأمر مني أو منك. دعونا في الأمر الأكثر أهمية. ما هو؟ ماذا ستضع في الصناديق وهي هنا؟ هل ستنقلها فارغة إلى اليمن؟ لا طبعا، ستحمل جهاز جليلة. هل تعرف كم تسع هذه الصناديق؟ اتركوا الأمر علي. ماذا ستفعل؟ لا أظن أن الجليلة تصر على أن يكون جهازها كله جديداً. خالد! خالد! مرحبك ضيوف. أهلاً، أهلاً بالضيوف. انتظر، أتعرف من هؤلاء؟ هل يكون من يكونون؟ أليسوا ضيوفاً؟ أهلاً بالضيوف. انتظر، انظر جيداً، هذا أبي ومعه الوزير نفان. أهلاً بأبيك وضيوفه. أهلاً. اسمع جيداً، هذا الذي مع أبي هو الذي يجب أن لا يعرفنا، سيعرف الجديد فقط. نعم، فهمت، أنت خادمها ووائل. قشمر خالي، قشمر. صحيح، نعم صحيح، قشمر. اذهب الآن. أهلاً وبركاته. ربما انتقيتم شخصاً غير ملائماً لحفظ أسراركم. أهلاً بمرة وضيوفه. هذا هو المنجد، خال الجليلة. ألا تأخذ الخيل يا عبد السوء؟ ما هذا يا شاليش؟ هكذا تكلم أخاك؟ خالي يريدنا أن نتعامل مع عبيدنا كالإخوة. امشي يا عبد السوء. هذا العبد عباس، وهبته لابنة أختي جليلة. شاليش، كيف أصبحت يا ولدي؟
أتحسن. هذا هو ابن المريض الذي يقضي نقاهته عند خالي. المنطقة جميلة وملائمة للاستجمام، هل سننزل هنا؟ طبعاً طبعاً، سنكون في ضيافة منجد خالي الأولاد. على الرحب والسعة. لا، الواجب أولاً أن نرى الجليلة ونطمئن عليها ثم نقبل الضيافة. كما تشاء، والجليلة أيضاً هنا. أين جليلة يا منجد؟ في الحرس والصون يا ابن العم. تفضل تفضل. منجد، أليس من الأفضل أن ترسل العبد معنا وتشرف أنت على إعداد ما يليق بضيفنا؟ معك حق معك حق، اذهب معهم يا عبد السوء. يبدو أن الخال يتراجع عن مبادئه بسهولة. لولا امرؤ القيس لما عرفنا كيف نتصرف. ما رأيك الآن؟ ما هي الخطوة التالية؟ أنت مصر على مرافقتنا؟ أنت مصر على سؤالك؟ هذا يعني أن تبقى معنا إلى أن يراك الوزير نبهان، ثم تذهب لتأمين الفرسان وتجهيزهم. أي فرسان؟ الذين سيسبقوننا إلى اليمن، ودعهم يرتبوا أمر المكان مع امرئ القيس. هذا يعني أن امرأ القيس سيذهب معنا أيضا؟ قد يضطر لمرافقة الفرسان طالما أنه يعرف المكان جيدا. وهل يمكن أن أتخلى عنكم بعد أن قطعت معكم هذا الشوط كله؟ جاء الوزير. جليل انتبهي، وصل أبوك وضيوفك.